نقول ان الوزارة بتشجع الشباب على ان هم يفتحوا شركات خاصة ويبدأوا ان هم يشتغلوا على القطاع الرياضي. طبعا بنشجع، يعني ده مخلينا ان احنا شركات الخدمات الرياضية في حجم استثمارات برأس مال مصدر في التسجيل في شركات الخدمات الرياضية أكثر من 3 مليار جنيه. ده رأس المال المصدر للشركات اللي موجودة بتخدم في الرياضة، تيرن اوفر تقريبا 50 مليون جنيه بمعدلات لتسجيل هذه الشركات مع وزارة الشباب والرياضة. فبالتالي المنتج الاقتصادي كمان اللي احنا يعني بنتكلم فيه ما بنخرجش عن كمان ان هو الخدمة تبقى موجودة، الخدمة ان من حق الممارسة العامة زي ما قلت في بيان كلامي توجيه في خامة الرئيس ان مثلا هيئة سد القاهرة تكون هيئة خدمية تخدم كل الناس ويكون من حقهم ممارسة الرياضة. وده لسه طبعا هيبقى في جزء هنا مقابل، لكن احنا بنستضيف كل البطولات الخاصة بالاتحادات وتدريب الاتحادات الرياضية، لكن فتحنا حجم اكاديميات رياضية بشركات او افراد داخل علشان الممارسة العامة داخل هيئة سد القاهرة. فبالتالي في الممارسة العامة وفي خدمة الاتحادات الرياضية وخدمة الرياضيين والمنتخبات. ان شاء الله بعد التشغيل يا فندم ايه المناطق اللي هتبقى مفتوحة للمصريين بشكل عام هنا يعني؟ انا يعني بتصور ان المول التجاري ده هيكون عامل جذب طول السنة، يخدم الاقامة في الفندق، يخدم حجم البطولات الموجودة بحجم احتفالات وكونسرتس فنية، وهيكون في حاجات كتيرة جدا. انا بتكلم على يمكن الثلاث سنين اللي جايين، هيكون مع بعد التشغيل يعني احنا بنتكلم على اكمال جزء من 24 و25 و26 لغايه 27 عشان في مشروع بيدرس دلوقتي لاستضافه مصر دوره الالعاب الافريقيه افريكان جيمز. احنا الافريكان جيمز اخر مره استضفناها سنه 91 اللي فيها الاستاذ عمرو دياب غنى اغنيه افريقيا لو تفتكري، صحيح. او بتشوفي الافلام والحاجات القديمه اللي هي يعني برومو للحاجات دي، صحيح. فبالتالي احنا الافريكان جيمز ان شاء الله احنا منتوين ندرس لاستضافتها في مصر عشان تكون عشان كمان بنطلع 2036 او 2040.